هذا الانجاز هذا راه ما جاش عن فراغ، جاء عن طريق عده عوامل، اللي هي يعني الخدمه ديال المدربين ديالنا السي فؤاد عسو والسي عثمان نجمي والسي مروان رقوق والجامعه الملكيه اللي وفرت لنا جميع الظروف، يعني لا في المعسكرات لا في يعني فوق التواجد الحمد لله تمكنا انه نفس الفرق العالميه راه الحمد لله بخير. يعني في الاقامه وهذا ما لقينا حتى شي صعوبات، بالعكس الناس تقبلونا مزيان وطلعوا فينا. بالنسبه للمباريات، المباريات كلها كانت مزيانه، دازت بخير وعلى خير، يعني كما كنا كنطمحوا، الا مباراه البرازيل اللي هي كانت كما قلت راه التجربه ديالهم حتى هما، راه البرازيل ثاني فريق، ثاني منتخب على الصعيد الكوبا، على الصعيد امريكا اللاتينيه، والحمد لله تمكنا في المباراه تحديد المركز الخامس نربحوهم بجوج لزيرو، يعني راه شي حاجه مزيانه انك تربح البرازيل. بالنسبه لي الاحساس ديالي راه مع الدخله، لقيت لا فامي، لقيت الناس ديال الجمعيه، لقيت الناس ديال تماعيد الدور اللي كنسكن فيه، احساس لا يوصف الحمد لله. طموحات المستقبليه كما قلت راه نتمنى، يعني عامه يعني للمنتخب كامل نتمنى ان شاء الله يكون عندنا شي لقب من هنا لقدام، لما لا نتوج بكاس افريقيا 2023. والطموحات ديالي كما قلت يعني نكون ضمن اكبر الحراس في هذه الرياضه هذه، لا عالميا ولا افريقيا. بالنسبه للرياضه هذه راه كما عرفتوا يلاه عندنا واقيلا 9 الفرق ولا 11 فرقه، يعني هي جمعيات الناس راه عندهم سوبر ليغ، بروميير ليغ، دوزيام ليغ، تروازيام ليغ، يعني راه ما يمكنش انك تنافسهم بهذه الامكانيات اللي عندك هنا. يعني كيخصنا تكون عندنا بطوله قويه، تكون بطوله ديال تكون محترفه، ويكون عندها لي سبونسور ويتلفتوا ليها المسؤولين ديالنا باش يشجعونا، راه حتى حنا راه عندنا الحق في هذه الرياضه هذه، باش حتى حنا نبرزوا على الامكانيات ديالنا. الرساله ديال الجمعيه المغربيه انني كنشكرهم بزاف حيت شجعونا بزاف، يعني راه كنا كنتبعوهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ديما كنلقاو التشجيعات ديالهم وكيفرحوا بينا، وكنشكرهم بزاف، وكنشكروا سيدنا محمد السادس نصره الله وكاع المسؤولين اللي مسانديننا. كنوعدهم باللي راه غادي نزيدوا نخدموا، باللي غادي ان شاء الله من هنا لقدام غادي يكون عندنا شي لقب. انا جيت فخور بالرتبه اللي احتلوا الفريق الوطني المغربي في اول مره في كاس العالم، وانا جيت فرحانين بالرتبه اللي داروا، وحنا ان شاء الله كنتمنوا لهم مسيره موفقه ان شاء الله. كنشكروا الرئيسه ديالو نزهه تركزي اللي بينته في هذه اللعبه هذه، وكنشكروا جمعيه التاكمات هي ديال تماعيد اللي حتى هو كيلعب فيها كلاعب وكسميتو، وهي اللي بيناتو. وكنشكروا السي المدرب ديالو والطاقم التقني السي عسو، وان شاء الله كنتمنى لهم مسيره موفقه ان شاء الله. حنا كنشوفوا هذه الرياضه الحمد لله، هذه الرياضه بدات كتشهر في المغرب، بدات كتشهر عالميا، والناس بدات كتهتم بهذه الفئه بخير الحمد لله. وكنتمناو مازال الدعم من جهه المسؤوله باش يزيدوا بينا القدو، باش نطوروا حتى حنا هذه الرياضه هذه توصل، باش تولي رياضه عالميه. الحمد لله انجاز ما كناش كنتوقعوا صراحه، ولكن الدراري داروا اللي عليهم والحمد لله وصلوا للعالميه. كنتمناو الخير للقدام ان شاء الله، كنتمناو الدراري يديروا اللي عليهم، ولما لا نحققوا الالقاب ان شاء الله في باقي المناسبات ان شاء الله بحول الله. وهذه الرياضه خاصها شويه ديال الاهتمام صراحه، خاصها شويه ديال الاهتمام، حيت كاينين جمعيات كتخدم وكتقاتل باش توصل لهذه الفئه هذه، باش توصل لهذه الفئه. والحمد لله حنا غاديين وخدامين باش حنا نعطوا واحد الصوره مزيانه لهذه الرياضه هذه، ذوي الاحتياجات الخاصه، وخصوصا كره القدم ذوي الاحتياجات الخاصه. فعلا لا كنلعبوا بطوله وطنيه، ولكن ماشي عاوتاني ديك البطوله الوطنيه، وحنا كنتمنوا تكون عندنا بطوله وطنيه، وكون كنتنافسوا على كاس العرش، كون كنتنافسوا على القاب في افريقيا، وكنتمنوا ان شاء الله تكون عندنا بطوله وطنيه حقيقيه صراحه، نخرجوا حتى حنا للوجود، نخرجوا حتى حنا للدوماج، نبقاو حتى حنا في الديل.